أغنية؟ يلا مساء الخير ولكل اللي يتابعونا من كل مكان في الأرض. بما أنكم أنتوا وصلتوا وأنا وصلت أكيد ضيوفي على وصول. هي نعم ضيوفي. كل حلقة أنتم متعودين عندي ضيف أو ضيفة. الحلقة هذه عندي ضيفتين من مصر يجننون بنات يأخذون العقل. إسراء وزينة مو بزينب. طول الحلقة بتسمعوني أقولها زينب بس هي اسمها زينة بس شيء أتلخبط في اسمها. المهم زينة وإسراء بيكونوا ضيوف الحلقة وإن شاء الله بناخذهم في جولة جدا حلوة حول الإمارات. دائما الواحد لما يجي الإمارات من كثر الخيارات اللي موجودة ما شاء الله يحتار في أي فندق يسكن، في أي مول يتسوق، وين يصير يستانس، وين يروح يلعب، أي مغامرة يسويها. لذلك في حلوة الإمارات صح ولا لا؟ عشان تي اليوم إن شاء الله بنكون تي وايد هاي 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 بعدين وايد ريلاكس ريلاكس ريلاكس. نراويكم الفرق بين الهاي والريلاكس. ما بتكلم أكثر عشان ما أحرق عليكم الحلقة. سيروا تعرفوا على إسراء وزينة. زينب شوفي زينه اسمها زينه يعني شوفي انا بقول زينه زينه بالمهم انت في مين انت اوكي اسم مضبوط الحمد لله تمام. شوفوا العاده اكون انا اللي انتظر الضيف بس هالمره ما شاء الله عليهم نشيطات هم واصلين قبلي انا بدري جايين بقى عشان نلعب متحمسين جدا كيف بيكون يومنا ان شاء الله عسل ولا لا عسل قوي تلاقيني من اولها مبين هي عسل يلا ندخل كل حاجه يلا بينا نسولف داخل ويلكم بنات تو اي ام جي وورلد. طبعا هي خلينا نقول حديقة ألعاب داخلية بس الحلو في الحديقة إن في أربع أقسام كل قسم غير عن الثاني مش حنجوع في 28 مطعم أوكي هي أمل راحت فين أصلا كل ده مش عارفة ممكن تكون راحت بقى كده مكان ولا حاجة ممكن تكون مش عارفة أكيد سرحت في الملايين بنات صرت جبت لكم ماب ايه امل رحتي فين رحت اجيب لك الخريطه اوكي عايزه بالانجليش ولا عربي لا مش هتفرق اي حاجه اي حاجه طب قولي عربي خلاص عربي. المهم شوفوا انت كنت بتساليني الفور زونز يعني ايه اللي هم ايه يس شوفي هم اصلا كانوا فور زونز بس انا فهمت الموضوع غلط لان في اي ام جي بوليفارد وفي داخله والفندق المسكون بيت الرعب فاي ثوت ان هذا وهذا زون واحد لانه هم جنب بعض فلا طلعوا فايف زون اوكي في اي ام جي بوليفارد البيت هذا الفندق المسكون سوري كارتون نتورك شو انا بعد الوادي المفقود مغامرات الديناصور شيء خيال فين دي فين هنا على الخريطه دوري ديناصور احلج ديناصور هنا ايوه ايوه الحته دي وفي منطقه مارفل اللي هو مال هالك وسبايدر مان واشياء هني ورا اوكي بنات ايش رايكم اول شيء نروح نجيب شي بلوزه عليها شخصيات الكرتون الله اوكي وبعدين عشان نكون شي ماتشنج ويا المكان ونلعب اوكي تمام على فكره ترى في عندهم 25 متجر ومحل ويعني شي لا احنا منتشر في المكان كلهم عايزين نلعب لا في صدق والله وايد محلات هني اول محل هذا بس هذا مال الكيدز هل كرتون هم للكيدز فبندور عشان نجيب بلوفرتشين يكون ماتش ويا المكان وبعدين بنلعب اوكي يلا أوكي. بينا يلا بينا من وين هنصير مارفل؟ مارفل قريبة من هنا اوكي يلا يلا بينا هالشيء وايد حلو اولا ها اقول لكم تعالوا 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 شوفوا اللوحة هاي اولا بونجور بونجور ومرحبا نيها كمستا نمستي مرحبا مرحبا مكتوب مرحبا بومبليس احس لما يقولون انت وياهم بومبليس شو يعني بومبليس ما اعرف يلا 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 بينا ندخل يلا بينا Oh, my God.
تخيلوا تكونون انتو الايرون مان، شو بتسوون؟ سيارات لا، الولد يلهي. ايوه لا 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 والله بياكلونك. سؤال يطرح نفسه، ليش لما نقلد الافلام شو اسمه افلام الرعب الافلام اللي تخوف ولا اذا حد مات لمسه ليه؟ ليش؟ المهم احنا الحين خلصنا من المارفل زون. الادرينالين عالي صح؟ الحين بندخل الفندق المسكون. شوفوا الفندق المسكون احنا بندخله احنا الثلاثة بدونكم، لأنه ممنوع منعا باتن 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 أي تصوير، وحتى الفونز ممنوع تصورون بالتليفونات انسايد، لأن إذا صورنا الأكشن بيضيع وبيخترب مو بحلو صح؟ وي هاف تو انجوي، نبغى نستانس داخل. يلا سو سويتش يور فون اوف، بندخل داخل. تبغون تعرفون شو يستوي داخل؟ أكيد ما بخبركم، حتى يوم بطلع ما بخبركم، تعالوا أنتم شوفوا. يلا بسرعة يلا بينا. يلا لحظة، عمرك أكبر عن 15 سنة ولا أقل؟ لا أقل. أقل؟ طب يلا. هذا اللي طلع علينا. وصلنا الوادي المفقود قبل لا افقدكم. هني الالعاب تجنن. لحظه تذكرون هاي اللعبه رقم واحد اللي تطلع برا؟ هينا من برا اصلا. ايوه برا وداخل. اسمها لحظه فيلوس فيلوس. يلا نصير نلعب لها. طبعا وينشبت عالم نتورك. منو ما عنده ذكريات في هاي اللعبه؟ والله اللعبه هاي يعني كثر ما هي يعني ممتعه فيها ذكريات جدا حلوه. انا حصلت ماين، مو يبغى يلعب.
لا لازم اجيب Give me this one. آمينة. يلا نروح يلا باي. من هني من آخر زون اللي هو الخامس بوليفارد أعتقد إن خلاص وصلنا لنهاية الجولة. تعبتوا؟ وصلنا الحين لنهاية الجولة هذه لكن البرنامج بعده مستمر وفي مفاجأة ثانية من عقب IMG. وتسوقنا قوي. ترجعوا مره ثانيه. وعلى فكره انا بعد اول مره ادخل IMG اكيد شفت صور وعارف المكان لكن انا ايضا استمتعت وياكم وانبسطت كثير. انبسطنا. ومن دبي العين. يلا نسير. صباح النور. ازيكم؟ الحمد لله تمام. كويسين؟ تشربون كوفي؟ اوكي. اكسكيوز مي تو كوفي بليز. كيف الهمه والنشاط من بعد امس؟ تمام قوي. نمتوا عدل؟ الحمد لله. طبعا انتوا تعرفون احنا وين الحين؟ فين؟ جنب جنب الجبل. في الجبل. احنا المنطقه هذه في جبل حفيد في فندق مريكيور. القمة اللي قاعدين احنا الحين فيها تعتبر اعلى قمة جبل في ابو ظبي بشكل عام وهي تعتبر ثاني اعلى قمة جبل على مستوى دولة الامارات كلها لكن في ابو ظبي والعين تعتبر اعلى قمة فمن هنا بتشوفون العين كلها بس ما شاء الله الجو مغيم الجو حلو قوي اصلا صح ثانكيو فاحنا اليوم ان شاء الله بيكون جدولنا حافل اول شيء طبعا هني بعد ما نشرب كوفي تفضلوا خذوا راحتكم بعد ما نشرب الكوفي ونرتاح ونشوف هاي المناظر الجميله الموجوده ورانا بالجبل بناخذ القطار وبنتمشى في المبزره الخضراء بعد ما نتمشى في المبزره حنشوي بقى ايوه بقى حنشوي انتوا اللي بتطبخون اكلكم تعرفون تطبخون ولا لا طبعا ولا يعني حاجات وحاجات شوي شوي لا شوفي يعني المنطقة اللي موجودة هني تحت أسفل جبل حفيد بتشوفون حدائق كثيرة في المبزرة الخضراء في شاليهات في مناطق للشوي في أماكن مخصصة للأطفال في القطار اللي بنطلع فيه بنعطيكم منطقة وبريف عن المنطقة فأغلب الناس تجي هني عشان تشوي في الويكند والمنطقة هي معروفة جدا وهي بالنسبة لي في ذكريات كثير حلوة وأنا كنت صغيرة دائماً هني مع أهلي بس الحين لما كبرنا دائماً ذكريات الطفولة تكون أحلى بس تكبرين الشغل والجامعة والدراسة تسحبت من هذه الأشياء كلها فبس مجرد ما ترجعين للمكان تحسين تسترجعين الذكريات الجميلة فأنا بخلي لكم ذكريات جداً حلوة في مبزرة بس على كبر انزين فش اسمه فبخليكم ذكريات جدا حلوه يعني انتوا لسه صغار اكيد طبعا من بعد مغامره امس والعاب وادفنتشر ومن لعبه للعبه والصريخ صوتكم ما راح صوتي راح شويه يعني تعودين على الصريخ حلو تعودين على كذا ف عشان نسوي بالانس بعد ما رحنا شفنا المغامرات والالعاب والحشره اليوم لازم تجي استرخاء هدوء
ريلاكس عشان تشوفون يعني الامارات فيها اشياء كثيره. هو يعني ايه مبزره؟ يعني ايه مبزره؟ المبزره هي المنطقه اللي نحن موجودين فيها اللي هي اسفل الجبل جبل حفيد. طبعا احنا بعد شوي بننزل بنشوف الاخ احمد الظاهري اللي هو صاحب فكرة مشروع القطار في المنطقة هذه وبيعرفنا أكثر على المنطقة. هي اسم المنطقة أوكي؟ هو في قطر هنا؟ في قطر أوكي. حننزل بعد شوي في القطر عشان نشوف المنطقة كلها والحدائق والأماكن كلها، وأيضا في مياه كبريتية بعد شوي راح نشوفها المياه السخنة، وهو راح يعطينا معلومات أكثر عن المياه هذه. بس أول شيء خلينا نشرب الكوفي على السريع وننزل عشان ما نتأخر. أوكي. يلا بالعافية عليكم. على فكرة أنا ياسا من زمان، ياسا تدلع على الكوفي، نسير؟ يلا قوم. طبعاً ما زلنا مكملين مشوارنا في مدينة العين وبالتحديد في المبزرة الخضراء، من أكثر الأماكن اللي كان يحبها والدنا المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه. طبعاً إحنا الحين في القطار ومعانا الأخ أحمد الظاهري هو صاحب فكرة المشروع هذا. السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء شو رأيك تعرف البنات شو يعني المبزرة؟ إيه المبزرة هي منطقة قديمة كان يطلق عليها الأرض الطيبة، وسبب أن الأرض الطيبة كانت فيها بعض الحيوانات الأليفة اللي كانت تعيش فيها. اليوم المنطقة هاي زينب وسراء من أكثر المناطق في مدينة العين جذبا للسياح، بلس إن في وايد عوائل حتى اللي السكان اللي موجودين مو بس سياح إن الويكند يقضونها هني في المنطقة هذه. هي يعني إذا كانت في عنا مثلا مهرجانات فعاليات كلها الاحتفالات تكون الرسمية أيضا للدولة يعملوها هنا في المنطقة هذه المبزرة. فأنتي كنت تسألين قبل إيه يعني المبزرة؟ اسم المنطقة. فهي تسأل شو يعني مبزرة؟ بالنسبة للأماكن شو اسمه والفعاليات اللي تصير هنا؟ الفعاليات حاليا طبعا حسب المواسم، في الشتاء يصير فعاليات تقوم بها بلدية العين. لذلك نحن يعني الفترات اللي بين الفعاليات هاي قلنا ليش ما يكون في نشاط دائم موجود يعرف بالناس لتاريخ المكان، يكون رحلة أو جولة فيها ثقافة وفيها ترفيه في نفس الوقت. بالضبط، لأن في وقت ناس يعرفون المبزرة الخضراء إن حديقة رحلة وناسة ترفيه. بالضبط. لكن شو تاريخ هذه المنطقة في كثير من الناس ما يعرفونها. بالضبط، في جهود وقصة طويلة يعني قام فيها الشيخ زايد الله يرحمه الله يغفر له أيضا، إنه يعني كيف قدر إنه يسخر هذا المكان أو طبيعة المكان للإنسان إنه يستفيد منه الإنسان ويستمتع فيه. فبدأ أن يبحث عن المياه الموجودة في هذا المكان، خلفيته التاريخية القوية عن المكان، رغم أن كان أغلب المزارعين أو المهندسين الزراعيين يقولون لك والله هاي الجبل مستحيل أنك تزرعه، لكن هو إصراره وعزيمته وحبه للزراعة أثبت أنه يمكن زراعة الجبل. من كثر حبه للشعب الله يرحمه يعني حول الصحر لجنة خضراء. حاليا جامعة الإمارات أيضا عملت بحوث ودراسات على هاي المياه، والبحوث هاي أثبتت أن بعد فترة من الزمن ما يمكن تحديدها لأنه يعتمد على جسم الإنسان ممكن أنه يتعالج ويحصل نتيجة طيبة من المياه الساخنة. وإحنا نطوف في القطار شو الأشياء اللي بنشوفها؟ شو هي يعني النكس ستيب؟ شو هي الخطوة الجاية؟ حلو، الحمد لله. يعني لو أقول لك إن كانت النكس ستيب كانت سريعة أسرع مما كنت أتوقع حتى نفسي أنا. أيضا بحثت على مكان ثاني وأيضا تراثي ومهم وواحد من أهم أيضا المناطق السياحية في مدينة العين اللي هي واحة العين الرئيسية اللي هي أكبر واحة من الواحات الست الموجودة في مدينة العين. كانت الفكرة أيضا من جزء من الفكرة أن يكون هناك في قطار ثاني موجود داخل الواحة يأخذ الزوار أيضا في جولة ثقافية وترفيهية في الواحة، ولكن لصعوبة المكان أو الطرق الداخلية للواحة استبدلناها من قطار إلى عربات أو سيارات كهربائية
مصاحبة للبيئة. يعني من انطلاقة المشاريع هذه لين تنفيذها، هل لقيت صعوبة أو واجهت صعوبة في أنك تقنعهم أنك أنت تسوي المشروع هذا؟ أي مشروع جديد يحتاج أنه مجرد فترة للدراسة بحيث أنه يتأكدون من السلامة، من صلاحيته في هذا المكان أو إيجابياته أو سلبياته. لكن من البداية كان فيه من دارة الثقافة والسياحة دعم وقبول بالمشروع. أيضا ما ننسى أن بعد ما قدمت المشروع لصندوق خليفة لتطوير المشاريع الحمد لله لقى دعم سواء مادي أو معنوي للمشروع. وأيضا بعد ما وصلنا لمرحلة أن لازم البلدية أيضا بلدية العين توافق عليه أيضا أخذ وقت في دراسة، ولكن في النهاية كان في ترحيب ودعم كبير منهم. في ناس تقعد قريب هذه المنطقة وتشوتي، أو في ناس تروح مثلا اللي مسؤول عن طب الأب الأم أي حد يروحون يشوون يأخذون أكلهم يقعدون في أي منطقة من المبزرة كلها. إحنا بدينا الجولة من فوق ونزل المبزرة الخضراء بالقطار وبنكملها مشي وشوي. تمام؟ تمام. يلا نمشي. كده شي شي شي. بعد يومين من الوناسة والضحك والريلاكس لازم نختمها شي يعني شوي، لازم ناكل بنات ما يعتو. لا جانا جد ما يعتو والله صدق، لأن أنا من متى أتري يكون عندي شي شلة بنات عشان نطلع رحلة. كل يوم يكون عندي ضيف أو ضيفة رحلة لازم شي جروب بنات، مفروض جروب بنات أكثر. بس يلا المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. افتحي لنا ده. إني أحتر. إيه بس لحظة خل أسوي له مكان. يلا يا بنات. يلا. والعب يلا. لا لا العيش العيش فين؟ الخبز. شليها بيدك، كنت بقول في البر لان الحين موسم البر والصحر عرفتي. امل. نعم. احنا عارفين انك انت بتمثلي كمان. اه. انت بتحبي ايه اكتر بقى؟ التمثيل بقى ولا تقدمي برامج ولا تكملي في موضوع التمثيل؟ شوفي هذا جو وهذا جو ثاني. ايه هذا عالم وهذا عالم. بس انا اتبسطتي فيه اكتر او لقيتي يعني نفسك حبيتي مسرح. مسرح اصلا؟ لان المسرح تشوفين نتيجة اللي سويتيه دايركت، الجمهور قدامك، الجمهور ما يرحم، فتشوفين نتيجة اللي تسوينه في نفس الوقت. بس المسلسلات نصور الحين ترى لين رمضان ونسمع آراء الناس. صورتي ونسيتي دورك أصلا. صورتي أكتر دور عملتيه كنتي حباه قوي؟ مسلسل عامل جمر، لأنه دور توأم وطلعت عيني فمستحيل أنسى هالمسلسل. ده أكتر دور حباه. طب احط لك الاغنيه تعال 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 حبيبي تعال اشبعك حب اشبعك حنان شيء كذي. انا ابغي هذا الصوص. لا بس اوكي كل شيبس يعني اقول شبعانه خلاص ما في اكل. طبعا احنا نصور ورا الكواليس، لو تشوفون قطاو ورا الكواليس قطاو ما عرف شو اسميهم. أكلنا كتير قوي. بطننا بقت قد كده. قولي ما شاء الله. ما شاء الله. أنا ما قلت لكم بعد الأكل لازم أكل شيبس؟ آه لازم ده. لا ده الطبق كله قدامك يعني ما شاء الله. طب خدي. تاخدي أنت بروحة. لا خدي. لا كباب أنا. أنا أقول بعد. أي إم جي أنتوا سامعينا في الاسم بس ما زرتوه صح؟ آه لا دي أول مرة. أول مرة هنا كمان. العين ولا مريتوها؟ ولا مرة. ولا تعرفون إيه المبزرة؟ اسم يسم اسم المنطقة. ما كنتش أعرف يا جماعة. لحظة خلوني أجلس اليلسة مال ختمة الحلقة الفرستيج. يلا أختم. خلصنا. تفضلي خلاص خلصنا. سلمت العهدة. مشاهدينا لكل اللي حاب يستانس ويستمتع ويانا في هاي الأجواء الجميلة، طبعا مثل ما قلت لكم الجو بدأ يحلو أكثر وأكثر وأكثر.
خططوا حق اجازاتكم الجاية كلها، اختاروا اماكن خارجية كثر ما تقدرون، لحقن على المولات عندنا 6-7 شهور صيف قيض. المهم لكل شخص حاب يكون مكان اسراء وزينب، ادخلوا لينك البرنامج، عبوا الاستمارة، ارشوا لنا فيديو، ونشوفكم في حلقة جديدة واماكن جديدة وحلوة الامارات، صح؟ حلوة الامارات. جدا. باي. سلميني العهدة دلوقتي. احنا خلصنا الحلقة. طب اديني يا بنت. لا 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 توا ماما. انتي الموز مو برايمة تخلصينها.